بتخوني ياسر مع مين امتى؟ من ساعة ما انتي كنتي بتخونيه مع خالد. اخلصي! قطعي لسانك، انا انضف منك ومن 10 زيك. اتفوق عليكي! شايف؟ شايف؟ شايف عملت ايه؟ اطلعي برا يا اميرة. نعم؟ اطلعي برا. لا 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 لا، والله ما يحصل ابدا. هو انا جاي احرمكم من بعض ولا حاجة؟ خليكم براحتكم. هي كلمة واحدة وأخيرة قبل ما أمشي يا يوسف. طلقني عسلك. لأنك ذو قافية هتطلقني، فخليها تيجي منك بشياكة بدل ما تيجي غصب عني. ربنا يكفيك شر قلبك اللي تكره بعد ما تحب.